انا جيت سعيد وفرحان انني كنت واجد هنا في مدينه مكناس وبين اخواني واصدقائي. طبعا كنحيي بالمناسبه كل الساكنه ديال مدينه مكناس وبالتالي جهه فاس مكناس حتى الناس ديال فاس. فطبعا هذه المدينه هذه تستاهل بحال هذا المهرجان اللي الحمد لله مهرجان مكناس اللي اصبح كيتموقع ضمن الخريطه ديال المهرجانات اللي عندها واحد الصيت وطني وهو كيهتم بعدة مجالات ماشي فقط المجال الفني الطربي الموسيقي فكذلك هناك في المجال الثقافي الجمعوي فن الطبخ ندوات على البيئة برامج أطفال إلى غير ذلك. فهو كيتعتبر من المهرجانات يعني مهرجان شامل وكنتمنوا أننا في هذه الدورة هذه نستفدوا أكثر ونتلقوا في الدورة الرابعة إن شاء الله بحول الله وتبارك الله عليكم. شكرا لكم جميعا. انا ماشي مغني ولكن انا طبعا من الجديد ديالي هو البرنامج ديال دندنه اللي كنديروا على قناه شادا تي في اللي كنقولوا حنا مع شادا كتحلى المشاهده. والبرنامج دندنه اللي هو برنامج اللي حاولت فيه انني نوظف فيه هذيك يعني واحد التجربه واحد ديال واحد تراكمات ديال اكزيد من 20 سنه اللي دوزتها في ميدان الاعلام وخصوصا من الاعلام الفني. وكنصح الجميع يتفرجوا في برنامج دندنه على شادا تي في. تبارك الله عليكم.